طيب توقعاتك لمستقبل عمر في اوروبا ايه؟ يعني انت شايف، انت طبعا شفته من، انت بتقول هو بقى لكم 8 سنين شغالين عليه، هو ما شاء الله وسوقتوه كويس وطالع فرقه مش صغيره، فنربخشه فرقه كبيره في الدوري التركي. يعني توقعاتك لمستقبله في اوروبا ايه؟ هل ممكن يبقى ليه طلعه حلوه كده زي محمد صلاح والنين يعني؟ بص يا عبد الرحمن، انا برضو من انا اول ما زي ما قلت لك، انا اول ما تم الاعلان الاعتزال بتاعي كنت متواجد كمدير شؤون اللاعبين بقطاع الكوره كله، وانا على علاقه جيده جدا بكل اللاعبين. عمر سيد من الخامات المريحه في التعامل، من الخامات اللي مؤهله بشكل كبير جدا انه يقدر يحترف في اوروبا، معاه لغه، مثقف، متربي بشكل كويس قوي، والده كمان مساعده في الجزئيه بشكل كبير. فانت قدام عقليه او نموذج مش هيتعبك في الاحتراف الخارجي. فعمر طول الوقت لما كنا بنتكلم حتى بعد اي مباراه، طول الوقت لما بتتكلم، لا انت بتتكلم عقليه مختلفه، مش زي باقي اللعيبه في مصر. معظم اللعيبه في مصر بينقصهم حاجات كتير جدا، بينقصهم اللغه، بينقصهم ازاي يكون عنده فكر ووعي وثقافه، ازاي يتقبل الاخر. انا اتكلمت عن قصه قبل كده ان في لعيب، لعيب كبير ولاعب منتخب مصر، حصل منه رد فعل في فندق مع الهاوس كيبنج بشكل اعترض على حاجه معينه، وهي حاجه عاديه جدا، كل بلد بيبقى لها عاداتها وتقاليدها، لازم تبقى عارف ده، لازم ازاي تتعامل مع الاخر. لو انت ما عندكش الثقافه والوعي ده هيسبب لك مشاكل كثيره جدا في اي مكان لما تيجي تطلع بره مصر. عمر مش من الناس دي. عمر ما شاء الله عقليته ذكيه جدا، مثقف، عنده وعي، بيتكلم لغه كويسه، كل ده بيسهل عليه انه ان شاء الله تبقى قنار بخشه، محطه ليه للانتقال الى الدوريات الاكبر والانديه الاكبر باذن الله. فاحنا كمان الفتره اللي فاتت الباشمهندس محمد عوضي كان مكلفنا بملف عدد من اللاعبين في قطاع الناشئين، اتعمل لهم تحليل دي ان ايه، وانت عارف تحليل دي ان ايه ده بيكشف حاجات كتيره جدا في المستقبل. طبعا اللاعب طبعا بيتنبأ بالاصابات المستقبليه، بيقول لك البرنامج التغذيه بتاع اللاعب ده يمشي عليه بشكل عامل ازاي. تعاقدنا مع شركه لتطوير اداء الناشئين من خلال المهارات. انتوا واضح ان انتوا واخدين فكره تسويق اللعيبه انتوا حتى من بره وانتوا شغالين بنفس الطريقه دي من قبل كده، من زمان، من قبل محمد صلاح يعني، حتى عبد الستار صبري ومظهر عبد الرحمن، الاسماء دي خرجت من نادي المقاولين برضو. لكن واضح ان انتوا مهتمين بتسويق اللاعبين من وهم صغيرين، وان انتوا تكسبوا يعني، هي زي ما انت قلت فعلا انتوا ماشيين في حته تسويق اللاعبين دي. هو تسويق اللاعبين بس مش تسويق وخلاص يا عبد الرحمن، هو تسويق بشكل جيد. لا ما انت واضح، انت قلت انتوا شغالين بشكل علمي وبتعملوا دي ان ايه وبتعملوا حاجات يعني خبيره جدا. قطاع الناشئين بتوصيات المهندس محمد صلاح والمهندس محمد عادل المشرف عمل الكوره، توصيات كبيره جدا. ان دلوقتي بقى في القطاع مدرسين لغه، اهمها لغه اللي هي الانجليزي اللي هي اللغه المفروض السائده يعني، محللين اداء، محللين نفسيين يعني، في اخصائيين نفسيين كمان موجودين. احنا عندنا تجربه في النادي الاهلي من خلالكم برضو تخلينا نشيد بيها، طاهر، محمد طاهر، من اللعيبه اللي بتتكلم انجليزي وفرنساوي كويس جدا، عنده عقليه كويسه جدا يعني. الكوره مش موهبه بس، طبعا انت بتتكلم صح 100%. طاهر خرج من المقاولين العرب وعنده 17 سنه احترف، ولا وكان عنده عروض احتراف حتى وهو جاي الاهلي. هو انتوا عندكم شغل في الحته دي كويس قوي. لا، واللعيب اللي بيخرج من المقاولين العرب عنده عقليه مميزه جدا. موضوع طاهر برضو يا عبد الرحمن، احنا كنا كاداره نادي بتسعى ان طاهر يطلع بره ويحترف يحترف في اوروبا، لكن طاهر كان رغبته النادي الاهلي، فالنادي برضو احترم ده بشكل كبير جدا. نفس الموضوع على عمر فايز، اتعرض عليه عروض كتيره جدا داخل مصر، لكن الولد كان رغبته انه يخرج بره، ورغبه النادي الاولى هي ان الولد يطلع بره. فلما رغبه الولد والنادي بتتفق مع بعض، خلاص عمر كان عايز يحترف في اوروبا، خلاص اوكي النادي واقف على ده. رغبه النادي الاساسيه والرئيسيه والاولى هو الاحتراف الفني، لايه؟ لمصلحه النادي، او لمصلحه النادي، وثانيا لمصلحه اللاعب، لان اللاعب هيستفاد بشكل كبير جدا، وده هيعود بالنفع على منتخب مصر لما يكون عندك عدد محترفين كبير جدا، هيفرق معاك بشكل كبير. احنا لما بنيجي نعمل احصائيات يا عبد الرحمن، مؤخرا دوله زي البرازيل فيها 220 مليون نسمه، عندهم حوالي 13 مليون و800 الف لاعب مقيد بالاتحادات عندهم. ما شاء الله. دوله 120 مليون نسمه، مقيد عندنا ما يقارب ال 150 الف لاعب. انت ما شاء الله عليك مذاكر، انا عاجبني جدا ان انت مذاكر التفاصيل وبتشغل عليها كويس قوي، ما شاء الله عليكم يعني. عشان يا عبد الرحمن لازم نبقى، عشان نتماشى مع اللي بيحصل بره، التطورات اللي بتحصل بره، مش هقول لك بقى في اوروبا. النهارده لما تيجي تبص النموذج زي الدوري السعودي، الموضوع بيختلف بشكل كبير جدا. احنا كنا سابقين بشكل كبير طبعا. انا عايز اقول لك على حاجه، ان اول محترف في تاريخ افريقيا حسين حجازي هنا مصري. طبعا معاك حق. طب خليني اسالك سؤال، ده هيوديني ليه لسؤال مهم جدا، وده هختم بيك معاه. في لعيبه تانيين على رادار الانديه الاوروبيه من لاعبي نادي المقاولين العرب في الوقت الحالي؟ في نموذج، في لاعب لازم تفتكر الاسم ده بشكل كويس قوي، محمد عبد الناصر، مواليد 2006. محمد عبد الناصر ده، محمد عبد الناصر مواليد 2006، وده اصغر لاعب مصري في التاريخ
لعب في الدوري المصري العام وجاي له عروض من اوروبا في الوقت الحالي. دلوقتي عبد الناصر احنا بنجهز عبد الناصر في موضوع اللغه، في عمر موضوع اللغه فارق معاه بشكل كبير، لان عمر التربيه زي ما قلت لك، البيت، التعليم، ده فارق معاه بشكل كبير جدا. مع الوقت في اربع خمس عناصر مميزين جدا على رادار ان هم يبقوا النسخه الثانيه من محمد صلاح باذن الله. انتوا شغالين، انتوا واضح ان انتوا في موضوع اللعيبه الصغيرين اللي طلعوهم. انت فعلا نادي المقاولين كمان بالمناسبه ما هوش نادي جماهيري، لكن هو شغال في الحته دي كويس قوي. وانت قلت لي دلوقتي نقطه مهمه لفتت نظري ليها، انتوا شغالين على عقليات اللعيبه، ودي نقطه مهمه جدا اتكلم عنها محمد صلاح. يمكن الناس خدتها بتهريج ساعتها لما قال منتاليتي وبتاع، لكن هي لا، نقطه مهمه جدا جدا جدا. ممكن لاعب يبقى عنده 50% موهبه لكن هو اشتغل على المنتاليتي ده فعلا. يعني بص يا عبد الرحمن، احقاق للحق، يعني احقاق للحق ده دور الاداره. دايما بقول الجزئيه دي مهمه جدا. يعني برافو عليكم الحقيقه يا كابتن، يعني برافو عليكم طبعا. الاداره، المنظومه بتتكون من اداره، جهاز فني، لاعب. لو عندك جهاز فني جيد جدا، لاعبين مميزين جدا، لكن الاداره مش بنفس الكفاءه، هتعاني. فاحقاقا للحق، اداره النادي، المهندس محمد صلاح، المهندس محمد عادل، شغالين على اكثر من بروجكت جوه النادي بشكل كويس قوي، واخدين كل تفصيله بيدوها حقها. واعتقد ان شاء الله مع الوقت خلال سنتين ثلاثه اللي جايين المقاولين العرب كمان هيروح في حته ابعد باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن. انا بشكر حضرتك جدا 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 على المداخله المهمه دي، استمتعت بحضرتك جدا يعني. وان شاء الله كل التوفيق لعمر وللاعيبه اللي تخرج من نادي المقاولين، يكون ليها يعني كل التوفيق. طبعا هو النادي التارجت بتاعه خلاص الراجل وضح لنا، هم حاطين تارجت معين، هم شغالين على تسويق اللعيبه، وهو ده الدخل الاساسي لنادي المقاولين على كلامه دلوقتي، يعني ان هم العوائد الماديه بتاعتهم مش كبيره قوي، فبيشتغلوا في النقطه دي وفعلا ناجحين فيها. يعني التجارب اثبتت ان هم ناجحين فيها جدا. وخلي بالكم كل نادي لو عرف التارجت بتاعه ايه واشتغل عليه هيريح نفسه جدا جدا. يعني النادي الاهلي التارجت بتاع البطوله، انا بجيب لعيبه وبشتغل على ان انا مش ان انا اطلع اللعيب ده تاني، لا، ان اللعيب ده اكسب بيه بطولات. انديه تانية جماهيريه برضو بالمناسبه، يعني في انديه كتير جدا جماهيريه التارجت بتاعها ان هو يبيع 2-3 لعيبه يشيلوا الفرقه موسم ولا موسمين كمان. كل نادي لازم يبقى عارف احتياجاته.